الله وبركاته. احنا النهاردة هنتعلم ازاي نرسم مثلث متساوي الاضلاع طوله 5 سنتيمتر. الاول هنحتاج مسطرة، مسطرة فين او ايا يكن مسطرة. هنبدأ، بيقول ارسم مثلث متساوي الاضلاع طوله 5 سنتيمتر عبارة عن الف وب وجيم، ثم اكتب البيانات. طبعا هنبدأ، هنا من نقطة الزيرو هنحط صفر، ومن نقطة الخمسة هنحط نقطة عشان لو يدي اتهزت تكون لسه ثابتة ونعرف نرسم. وهنرسم خط مستقيم، اديت هتكون ألف ودي هتكون ب. وهنجيب البركل دلوقتي ونحط السن ده والسن دوت على الزيرو على الصفر، ونحط التاني ده على الخمسة اللي احنا هنرسم بيه. بعد ما احنا اتأكدنا ان هو كده هنروح ندخل على ايه الب، هنرسم قوس مجموعة كبير، لازم بس تثبت على مجموعة. هنرسم قوس مجموعة كبير اكبر من كده، وهنرسم الالف هنرسمها برضو هتكون هنا بس. والنقطة ديت هنسميها اللي تقطع فيها اسمها جيم، وهنوصلهم ما بين بعض. هنوصلهم الب تتوصل الالف تتوصل بالجيم والب تتوصل بالجيم كده هنكون رسمنا. وبيقول لي اكتب البيانة، الف ب ده عشان متساوي الأضلاع يبقى هنا برضو 5 سنتي، وبرضو به جيم يبقى برضو عشان متساوي الأضلاع يبقى هنا 5 سنتي، وألف جيم يبقى هنا برضو 5 سنتي. ألف ب بيساوي كم سنتي؟ ألف ب اللي هي هنا، عشان كده قال لي اكتب البيانات، يبقى 5 سنتي عشان ده متساوي الأضلاع. ب جيم، ب جيم اللي هي هنا وطولها 5 سنتي، جيم ب جيم ايه لب عبارة عن برضو 5 سنتي. كده كتبنا البيانات وكده عرفنا ازاي نرسم المثلث. شكرا.